قال مصدر في حكومة إقليم كاتالونيا الإسبانية أن الإقليم سيتحرك خلال أيام لإعلان استقلاله عن إسبانيا في خطوة قد تهدد أساسات الدولة الإسبانية العضو في الاتحاد الأوروبي. هذا وكان رئيس حكومة الإقليم قد صرح بأن حكومته ستطلب من برلمان كاتالونيا إعلان الاستقلال بمجرد الانتهاء من إحصاء أصوات ناخبي الاستفتاء. فهل تمضي كاتالونيا في طلاقها البائن مع مدريد؟ وأي انعكاسات لذلك في حال حدوثه على اتحاد أوروبي تحيط به الأزمات من كل اتجاه؟ هل تتفتت إسبانيا؟ سؤال يؤرق جزءا من الإسبانيين وربما الأوروبيين. فانفصال إقليم كاتالونيا عن مملكة إسبانيا قد تكون له تبعاته ليس على مدريد فحسب، إنما على عموم أوروبا. أجري الاستفتاء وقضي الأمر. رئيس حكومة كاتالونيا كارلس بيغنيبونتي يقول أن الإقليم سيعلن الانفصال في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. أما ملك إسبانيا فيليبي السادس فقد وجه إنذارا شديد اللهجة، إذ أكد أن قادة كاتالونيا وضعوا أنفسهم خارج إطار القانون، مشددا على ضمان التعايش الديمقراطي لكن بالشروط الإسبانية فقط. تصعيد ملك إسبانيا قد يكون له مبرراته، فكاتالونيا هي واحدة من أقوى وأثرى المناطق الإسبانية، حيث أنها تنتج 20% من الثروة الوطنية، كما أن ربع الصادرات الإسبانية في السنوات الماضية كان مصدرها كاتالونيا. هذا إضافة إلى امتلاك كاتالونيا واحدا من أكبر الموانئ التجارية في البحر المتوسط في مدينة برشلونة، وأربعة مطارات دولية، ومنشآت ضخمة للصناعات الدوائية، وأكبر الشركات المتعددة الجنسية في العالم. أما الاتحاد الأوروبي الذي التزم الصمت حيال الاستفتاء واكتفى بالدعوة إلى الحوار، فيشارك إسبانيا مخاوفها لا من منطلق اقتصادي، إنما خشية انتقال عدوى الانفصال إلى دول الاتحاد التي يعيش بعض أقاليمها حلم الانفصال، من سكوتلندا في المملكة المتحدة إلى بلاد الباسك بين إسبانيا وفرنسا، مرورا بالبندقية شمال إيطاليا والأقلية الفلامنكية شمال بلجيكا. إذن القلق يلف القارة العجوز. إسبانيا تخشى أن يتسبب انفصال كاتالونيا بحرمانها من قوة اقتصادية كبيرة، وأوروبا تخشى أن يفتح الباب أمام مطالبات متعددة بتحقيق المصير. أما كاتالونيا فتمضي بقرارها بانتظار ساعة الصفر، فماذا ينتظر أوروبا؟ ينضم إلينا الآن من برشلونة لطيف الحسن العضو في الحزب الحاكم الكتالوني، وأيضا سيكون معنا من لندن الدكتور محمد خواص الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكما. أبدأ من كتالونيا، من برشلونة. سيدة لطيفة، حينما يقول رئيس حكومة كتالونيا إن الإقليم سيعلن استقلاله في الأيام القليلة القادمة، هل يقصد كلامه فعليا أم أن المسألة هي فقط يعني ربما تصعيد كلامي في مواجهة التصعيد الذي حدث أمس من خلال خطاب الملك من مدريد؟ أهلا وسهلا. الرئيس الكتالاني كارلس بوشدمون يقصد كلامه فعليا، ذلك أن رئيسة البرلمان الكتالاني السيدة كارما فوركادي أعلنت في جلسة صباحية لبرلمان كاتالونيا صباح هذا اليوم، أعلنت عن جلسة عمومية يوم الاثنين القادم الموافق لتاسع شتنبر ابتداء من الساعة 10 صباحا، استدعت جميع الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية داخل البرلمان الكتالاني لجلسة عمومية سوف يتم الاستماع فيها إلى رئيس كاتالونيا السيد كارلس بوشدمون لكي يقدم النتائج النهائية للاستفتاء ويقدم الشروحات، يعني كيف سوف يتم تفعيل وتطبيق هذه النتائج فعليا في ظل قانون الاستفتاء والمادة 4.4 التي تدعو إلى الإعلان عن رسميا عن انفصال كاتالونيا عن إسبانيا. طيب، في مدة لا تتجاوز 48 ساعة. سيدة لطيفة، إذن تقولين بأنه يقصد فعليا كلامه، وهنا أسألك ما مدى قانونية ودستورية هذه الخطوة؟ لأن كاتالونيا حتى اللحظة هي جزء من إسبانيا، وهناك مواد في الدستور الإسباني تحظر على الأقاليم اتخاذ قرارات أحادية الجانب، خصوصا إن كانت تضر بمصلحة الوطن بشكل عام وهو إسبانيا، المملكة الإسبانية.
فعلا الدستور الإسباني واضح في هذا المجال، لكن إقليم كاتالونيا يستمد شرعيته من الشرعية البرلمانية لبرلمان كاتالونيا الذي اشتغل لمدة عامين على قوانين الانفصال، فمنذ شهر تقريبا تمت المصادقة على قانون الاستفتاء وعلى قانون المرحلة الانتقالية الذي يعكس طريقة الانفصال تدريجيا عن إسبانيا في حال فوز نعم في الاستفتاء، وهذا ما حصل. إذن فكل هذا يعني كل ما يحدث يستمد شرعيته من البرلمان الكتالاني الذي صوت عليه الشعب الكتالاني والذي انتخب بشرعية وبشفافية يوم 27 شتنبر من عام 2015. طيب دكتور محمد، بالتأكيد ما يحصل في برشلونة وفي إقليم كاتالونيا يتابع يعني خطوة بخطوة من قبل طبعا مدريد أساسا والاتحاد الأوروبي باعتبار إسبانيا جزء من الاتحاد الأوروبي. كيف ربما يتعاطى هذان الطرفان إسبانيا كمملكة دولة والاتحاد الأوروبي مع هذا ربما نقول التحدي الكتالوني القادم من برشلونة؟ يعني واضح أن إسبانيا تتعامل مع هذا الموضوع بصفته بين مزدوجين تمردا، وأن هذا التمرد بإمكان الحكومة الوحدوية الإسبانية أن تتصدى له أولا دستوريا من خلال تفعيل المادة الشهيرة المادة 155، أو أيضا من خلال هذا التوجه الكبير لخطاب الملك الإسباني، وهو خطاب نادر يتوجه به إلى الأمة، وهو يعطي انطباع أن هذا أمر تاريخي وأنه أمر يعني يشكل تهديدا لوحدة المملكة الإسبانية، وبالتالي يعطي توجيها دعني أقول معنوي للحكومة بأن تذهب بعيدا في الدفاع عن هذه الوحدة. وفي الجانب الآخر أيضا هذا الصمت الأوروبي الذي في فترة معينة كان بإمكاننا اعتباره صمتا ذكيا لا يريد التدخل في شؤون إسبانيا، أصبح هذه المرة صمتا بإمكانه أن يؤدي إلى مفاقمة هذه المشكلة الداخلية، لأنه يعطي انطباع للكتالونيين كما للإسبان بإمكانية الذهاب إلى الخيارات القصوى، طالما أن هذه الخيارات القصوى بالإمكان قبولها من قبل بروكسل ومن قبل الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن المسألة أصبحت يعني صعبة جدا ودراماتيكية، وأعتقد أن الطرفين يتحدث عن الحكومة الإسبانية وعن الحكومة الكتالونية ذهبوا بعيدا في رفع السقف، إما من أجل مواجهة قد تؤدي إلى ما يحمد عقباه، أو تؤدي أيضا إلى دخول طرف ثالث قد يكون الطرف الأوروبي من أجل حوار معين أو مفاوضات معينة أو صيغة معينة تم يعني تحفظ ماء وجه الجميع. طيب في هذه النقطة بالتحديد كان هناك خبر راج اليوم بأن المستشارة الألمانية قد تدخل في وساطة بين الطرفين. مباشرة بعد ذيول الخبر نفت المستشارة الألمانية هذه الوساطة وقالت أن الشأن وشأن داخلي إسباني. في ظل هذا النائب بالنفس كما قلت والصمت الأوروبي الألماني باعتبار ألمانيا أهم الدول الاتحاد الأوروبي، هل الاتحاد الأوروبي يترك إسبانيا وشأنها في هذه المسألة الخطيرة والحاسمة التي قد تؤثر على الاتحاد الأوروبي نفسه؟ حقيقة لم يصدر شيء عن الاتحاد الأوروبي إلا الدعوة إلى الحوار، وكان هناك ما يفسر هذا الصمت بأنهم يعتبرون أولا أن هذا الأمر شأن داخلي، وأن أي تدخل للاتحاد الأوروبي لصالح هذا الطرف أو ذاك قد يفاقم المشكلة، ثم أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يجنب نفسه الدخول فيما هو مشكلة في بريطانيا أو في الدنمارك أو في فرنسا أو في رومانيا، هذه الدول التي بشكل أو بآخر تشكو أو يعني لديها حالات انفصالية موجودة أو مؤجلة. لكن هذه المرة أعتقد أن أيضا الصمت الأوروبي قد يعطي ضوءا أخضرا كبيرا لهذا الصامت الكبير رئيس الحكومة الإسبانية الذي صمت منذ مساء الأحد حتى الآن، وهذا الصمت قد يخفي أيضا إمكانية اتخاذ إسبانيا تدابير قصوى. ربما أنهم بانتظار هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه ضيفتكم يوم الاثنين المقبل لكي يعني يستدرجوا حكومة كاتالونيا إلى فخ معين باستطاعتهم الرد عليه بعد ذلك مباشرة. طيب نسأل في هذه النقطة الأستاذة لطيفة، ما مدى حكمة القرارات التي تصدر الآن من رئيس حكومة الإقليم ومن البرلمان
خصوصا وأن هناك من يقول بأن هناك خط تصاعدي من التحدي ومن المواقف الحدية التي قد لا تخدم هذه النزعة الانفصالية، يعني قد تكون ربما مدرة بالإقليم وطموحه. نعم، الحالة السياسية والله هذا الأسبوع تزداد توترا وتزداد تصعيدا في ظل كذلك بعض التحركات التي تقوم بها حكومة إسبانيا، حيث أنها عملت هذا اليوم على إرسال المزيد من الدعم العسكري نحو كاتالونيا في خطة للتصعيد، وربما قد تستبق الإعلان الرسمي لبرلمان كاتالونيا إعلانه يعني الانفصال يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم إن شاء الله. فإذا الحالة جد متوترة، والبرلمان الكتالاني يستمد شرعيته من القوانين التي صوتت عليها أحزاب الأغلبية، فالرئيس الكتالاني يجد نفسه كذلك تحت ضغط هذه الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية، فإذا هو يعني كذلك يخضع لضغط هذه الأحزاب. هذا بالنسبة للضغط الداخلي على الانفصال، وهذا ما شاهدناه اليوم. نعم، إن سألتك عن الضغط الخارجي، في توقعك وقراءتك للمشهد الإسباني حاليا، ما أقصى ما نتوقع أن تصل إليها مدريد؟ يعني هل نتوقع تدخل عسكري؟ قلت أن هناك حشود عسكرية تبعث بها مدريد إلى كاتالونيا الآن، ماذا نتوقع من مدريد؟ كل التوقعات تشير على أن مدريد سوف تقوم بتفعيل الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي ينص على تعليق الحكم الذاتي هنا بكتالونيا وإفاد يعني ممثل عن الحكومة المركزية للسيطرة على الحكومة وعلى البرلمان والإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها. كذلك هنا الحديث عن تفعيل كذلك الفصل 116 الذي يعلن عن حالة الطوارئ في البلاد، والتي تخوف يعني لرئيس الحكومة الإسبانية التدخل عسكريا في كاتالونيا ويعني بسط السيطرة على المنطقة. وخطاب الملك جاء في هذا الاتجاه، فقد أعطى يعني ورقة بيضاء للحزب الشعبي الحاكم للتدخل على جميع الواجهات هنا بكاتالونيا. طيب، وهذا ما نخشاه يعني. طيب دكتور محمد، طبعا هذا التوجه النزعة الانفصالية في كاتالونيا هي تخيف فعليا مدريد، لأنه استقلت كاتالونيا هناك مناطق أخرى أشهرها إقليم الباسك الذي أيضا قد تحيا فيها وتعود الحياة مرة أخرى في إلى النزعة الانفصالية. ما أقصى ما يمكن أن تقوم به مدريد في اتجاه هذه النزعات الآن؟ يعني الحد الأقصى هو طبعا منع هذا الانفصال بالقوة، لكن طبعا حكومة مدريد بصفتها يعني حكومة ديمقراطية تنتمي إلى بيئة ديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي، يعني تخرج أفكار وقرارات خلاقة نوعا ما قبل الوصول إلى هذا المستوى. لكن أنا أعتقد أن يجب مراقبة وتأمل كل كلمة قيلت في خطاب الملك الإسباني، خصوصا عندما تحدث عن خروج كاتالونيا عن القانون وعن الديمقراطية، بمعنى آخر أن على هذه الحكومة المكلفة والمنتخبة من قبل هذا الشعب أن تدافع عن جانبين، الجانب الديمقراطي والجانب القانوني، وبشكل أو بآخر من يخترق القانون كما قال في خطابه يفترض أن يلاحق بصفته خارج عن القانون، وهذا قد يؤدي أيضا إلى قيام سلطات مدريد باعتقالات واعتبار أن قادة الانفصال هم خارجون عن القانون. أعتبر أن الحكومة الإسبانية حسب خطابها الذي يعني أفرج عنه رئيس الحكومة بعد الاستفتاء مساء الأحد بالقول أنه سيدافع عن هذه الوحدة الإسبانية، وأنه لا يعتبر أن هناك استفتاء قد حصل، وبالتالي ما حصل ممكن أن يعتبر تحدي لهذه الدولة. وفعلا كما قلت تماما أن مجرد سيناريو الانفصال في كاتالونيا سيفتح الباب أمام انفصال في إسبانيا وانفصال أيضا في بقية الدول الأوروبية، بما يهدد أيضا الاتحاد الأوروبي. لذلك أعتقد أن هذا الصمت الأوروبي قد يكون أيضا فيه من الخبث، بحيث يسمح أو يتيح
كما أشار تماما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بالقول لدينا رجل واحد في إسبانيا هو الشريك الواحد ورئيس الحكومة الإسبانية، بما يعني أن من الآن وحتى أشعار آخر إسبانيا ممثلة بالوحدة، وأن أي كلام عن الانفصال حتى الآن لا يمكن أن يحظى بأي شرعية وأي غطاء معين أوروبي. وأعتقد أن هذا الصمت الأوروبي هو إشارة للحكومة الإسبانية بالذهاب بعيدا للحفاظ على إسبانيا عضوا موحدا داخل هذا الاتحاد. شكرا جزيلا لك دكتور محمد قواصر، كاتب والباحث السياسي هنا في لندن. شكرا أيضا للأستاذة لطيفة الحسن، العضو في الحزب الحاكم الكتالوني، التي كانت معنا من برشلونة في إقليم.